احنا قمنا بتنظيم هذا المعرض المسمى صنع في الجزائر هنا في طرابلس. هذا المعرض خدا مني تقريب شهرين عمل مع بالتنسيق مع الجماعة الإخوة الليبيين هنا شركة النخلة المضيئة لتنظيم هذا المعرض وإنجاحه، والحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى، جمعنا أكثر من 50 عارض جزائري كلهم مصدرين وشركات كبرى في الجزائر. عندنا عدة شركات رام هنا متواجدين هنا في طرابلس، والحمد لله كان إقبال كثير وكبير من الجانب الليبي، الإخوة الأشقاء الليبيين، كثير شركات جت هنا لتبحث عن شراكة مع الجزائريين. احنا كنا حماس وداخلين بقوة في هذا المعرض حتى ينجح إن شاء الله، ونأمل إن شاء الله أن كل المشاركين الجزائريين يقوموا بصفقات وتكون هناك إن شاء الله شراكة تجارية واقتصادية مع الإخوة الليبيين إن شاء الله هنا. بارك الله. هذا إن شاء الله أول معرض، نقدر نقول إن شاء الله هذا أول معرض يقام هنا في طرابلس من 2015 يعني، ولنا الشرف يعني نحن أول شركة قامت بنقل الجزائريين من الجزائر العاصمة طرابلس، يعني هذه أول طيران يعني حصري درناه مع شركة الطيران الليبي، يعني نشكرهم بالمناسبة، قاموا بمجهودات كبيرة مع شركة كومبيس للسياحة وشركة العوسق، يعني قمنا بالتنسيق ووفقنا الله سبحانه وتعالى وجبنا طائرة خاصة من طرابلس نقلنا بها الوفد الجزائري هنا في طرابلس، ولله الحمد. شكرا.